يا اهلا بيكو. هنتكلم في الفيديو النهاردة عن مثال بالنسبة للهاش سيت كلاس في لغة جافا. لو بدأنا بـ إكليبس وعملنا نيو جافا بروجكت سميناه جافا هاش سيت اكزامبل، بعدين جوه src عملنا نيو باكج سميناها كوم اتش واي فور اكاديمي هاش سيت، بعدين عملنا نيو جافا كلاس سميناه هاش سيت ديمو، عملنا مين جواه مين فانكشن. لو جينا هنا حاولنا نعرف هاش سيت كلاس وليكن جواه هيبقى فيه string بهذا الشكل، بعدين هاش سيت نيو هاش سيت string، بعدين عملنا كنترول شيفت او عشان نعمل امبورت للهاش سيت. بعد ما الهاش سيت هنحاول نقاد بعض الاوبجكت جواه بعض السترينج. وبعدين هنا جينا قلنا مثلا وليكن اورنج برتقان، وبعدين هنا موز، وبعدين وليكن هنا في ابل، وبعدين خوخ، وبعدين هنأد برتقان تاني. فهنا عملنا اد لأورنج مرتين، وبعدين جينا نشوف ايه اللي موجود في الهاش ست وليكن مثلا هنشوف السايز بتاعها فيها قد ايه، هي قد ايه elements. احنا زي ما احنا شايفين احنا عملنا هنا اربعة خمس مرات عملنا adding للstring جواها، بس في منهم اتنين متشابهين بالظبط. فهنشوف ايه عدد ال elements موجودة جواها. عملنا run as java application فيها 4. السبب في الحكاية ديت ان orange لما اتقاد تاني مرة، احنا عارفين طبعا ان الست ما بتقبلش ان الاوبجكت يبقى متكرر فيها، فحصل له اوفر ريتن. لو جينا كتبنا ايه الكونتنت اللي جواها بهذا الشكل عشان نعرف نشوف الموضوع اكتر، لان ان هو بيتش ابل بنانا اورنج، ان اورنج لما اتعمل له ادنج ثاني مره هو اوفر رايت ذا اولد وان. طب خلونا مثلا نشوف مثال تاني. لو جينا عرفنا ممكن نعمل هنا حاجة ظريفة بحيث ندينا more space، وجينا عرفنا new hash set بهذا الشكل سميناها hash set 1 مثلا، خليناها مثلا فيها mango و فراولة مثلا strawberry وبعدين جينا هنا قلنا ان هاست الاولانية ديت عايزين نعملها add all الهاست التانية اللي هنا عرفناها دي هاست 1، بعد كده نشوف نختبر ايه اللي حصل بهذا الشكل، ايه اللي حصل اللي احنا عملنا لها adding دي. يعني لما عدنا هاست 1 لهاست الاصلية بتاعتنا ايه اللي حصل دلوقتي لهاست الاصلية. عملنا run as، جينا نشوف هنا الاوتبوت دلوقتي حطنا على اليمين عندنا هنا، لقينا ان هو بقى حط الستروبري والمانجو موجودين جوه الهاست عندنا. زي ما احنا شايفين طبعا الهاست ما فيهاش اي نوع من انواع الترتيب، هي كل الاوبشن اللي بتدونا اللي ما بتخليش فيها دوبليكيت، ما فيهاش عنصر بيتكرر اكتر من مره. طب لو جينا مثلا عرفنا برضو حاجه تانية من الحاجات المهمة قوي في الهاش ست اللي احنا ممكن نعمل، قلنا مثلا دي هاش ست 2 وبقى فيها مانجو وفيها وليكن برقوق مثلا بلم بهذا الشكل. وبعدين جينا هنا في اللاين ده قلنا هاش ست ريتين اول هاش ست 2 بهذا الشكل، وبعدين جينا نختبر ايه اللي حصل
بالنسبة للهست الأصلية بتاعتنا. بعدين عملنا run as java application. ده ممتاز جدا اللي حصل هنا. اللي حصل ايه؟ ان الهست 2 فيها مانجو بلم، لكن الهست 1 الهست دلوقتي الأصلية بعد ما عملنا لها adding زي ما احنا شايفين هنا بقى فيها strawberry وبيتش وابل ومانجو وبنانا وأورنج. دلوقتي احنا بنعمل intersection ما بين، لو جينا هنا كتبنا مثلا عشان الموضوع يبقى فيه ظهور اكتر، لو جينا هنا كتبنا sys out hasset 2 وعملنا run as java application. ممتاز هنا ان لو جينا حاولنا نشوف الانترسيكشن التقاطع ما بين الهست دي والهست، ايه العنصر اللي اتكرر؟ هو المانجو. فبالتالي هنا طلع لنا في الهست بعد كده المانجو. زي ما احنا شايفين هنا قدرنا نجيب الانترسيكشن ما بين اتنين كوليكشن بجست وان فانكشن اللي هي ريتين اول. دي طبعا لما نيجي نكتب برنامج لو هنعملها مانيوال هتاخد مننا وقت كبير جدا. نفس الحكاية لما عملنا قبل كده برضو في الفيديو السابق عملنا sorting. كل الكلام ده طبعا موجود built in جوه الكوليكشن، بنستخدمه just one function. وطبعا الفانكشن كمان مكتوبة لما نيجي نبص على الكود very optimum يعني very concise، مكتوبة بمجموعة من البروفيشنالز عارفين كويس قوي بالنسبة للالجوريزمز، فالسرعة بتاعتها بتبقى عالية والكفاءة بتاعتها بتبقى عالية جدا في البرنامج عندنا. انا شاكر جدا لمشاهدتكم الفيديو ده واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله.